كابتن عادل، يمكن زي ما قالوا الكباتن المنتخب ما ظهرش بالصوره المرضيه، ولكن ظهر بصوره افضل مما كان عليه في مباراه نيجيريا. طيب انا ليا راي بس خاص كده. اتفضل. في بدايه التعاقد مع الرجل، هي دي البدايه. هو اولا عنده مشاكل كتيره قوي في الاهداف اللي هو جاي عشانها. هو مش عارف جاي ليه، دي حقيقه يعني. رقم واحد، هو بدأ وقال إن أنا مش عاوز البطولة العربية ما تحاسبونيش عليها، وبعدين البطولة الأفريقية ما تحاسبونيش عليها، لأن أنا جاي هدف لماتشين كأس العالم. أوكي. طالما أنت عملت كده واتفقت على كده، يبقى أصلاً البداية التعاقد غلط. تعال نخش بقى على الراجل نفسه تكتيكياً. كويس. أولاً هو مش عندي، هو اللي هو عايز أقول لك إيه، مش كل المدربين الأجانب بيبقوا يعني شاطرين قوي في حته الكاتشانه. هو السيستم اللي بيساعدهم، يعني لما يشتغل في ريال مدريد بيشتغل معاه يجي 30 40 واحد بيعملوا له كل حاجه، وهو يا دوبك واقف، وعنده من اللاعبين اللي هو يقدر يحط اي حاجه ممكن تمشي، ولانه هو ما بيقدرش يحط اللعيبه الكبار زي زين الدين زيدان لما كان بيلعب في ريال مدريد وزي الناس دي. هو كان راجل مش عاوز اشكك في تاريخه، لكن انا عاوز اقول لك حاجه، في احيانا ممكن تمسك منتخبات لكن ما تقدرش تمسك منتخبات اخرى عربيه ثانيه، لان المنتخب العربي او المنتخب مصر بالذات، يمكن الجزائر، مصر، تونس، مغرب، شمال افريقيا، دايما اول حاجه عندهم، وبالذات مصر يعني، او عندهم الهدف الاول البطولات، ولان نقدر نعملها، ولان احنا، عشان اديك دليل ان كلامي صح، كل الانجازات الكويسه في بطوله الامم الافريقيه كلها مدربين مصريين. كابتن محمود الجوهري، اقول لك 86 مايكل سميث، وما كانش بيتكلم مايكل سميث، الله يرحمه كابتن شحتة، بعد اول ماتش الاولاني مايكل سميث ما كانش ليه تواجد. اللي كان بيشتغل كابتن شحتة، الله يرحمه، كسبنا البطوله. جه بعد الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه كسبنا البطوله، جه كابتن حسن شحاته، ثلاث بطولات كسبناها. كل المدربين المصريين، لانه عارفين شخصيه اللاعب المصري، هو مش عارف شخصيته. وعلشان انا رجعتك للتعاقد اللي انا اتكلمت عليه، التعاقد هم يعني هو وفنجاده مثلا متخيلين ان هم احتلوا اتحاد الكوره، بكلمك بمنتهى الامان، هو فنجاده بيعمل ايه؟ او فنجاده جاي ليه؟ او فنجاده بياخد 65,000 دولار ليه؟ ولا بيطور ولا بيعمل. لما جاب مين؟ جاب واحد برتغالي زيه. أيوة. من نفس المدرسه ومن نفس العينه بتاعته. دي المشكله الكبيره. لما اقعد اتعاقد معاك انا ومش في الكوره قوي، يعني انا بتعاقد مع مدرب اجنبي، أيوة، فاكيد هاخدك لاهداف غير الاهداف بتاعتي، لانك انت اصلا اللي بتتعاقد ما عندكش قدره عن او درايه في كره القدم. انت درايتك ناس يقولوا لي ايه، لا طب ما هو ما ينفع، لكن هم اللي بيتعاقدوا. طب سيبنا من الموضوع ده، نخش على الفنيات في الملعب. نخش في كلمتين. اتفضل. الراجل بيحط لعيبه مش في مكانها، ده رقم واحد. الراجل مش فاهم قدرات لعيبتنا، الراجل مش فاهم يعني ايه مصر بالنسبه لافريقيا، الراجل مش فاهم يعني ايه مصر بالنسبه لبطوله الامم الافريقيه اللي احنا ابطالها سبع مرات، ان احنا الرقم واحد فيها. الحاجه الثانيه، الراجل ده وصلك اني بقيت الفرق الكبيرة في أفريقيا بعدت عنك شوية، بدليل المباراة اللي فاتت أثبتت لك نيجيريا وبعديها غينيا بيساو. شوف الفرق كبير قد إيه. دي نيجيريا، أنت في نيجيريا كنت ضعيف للغاية يعني، وراك أن أنت تكتيكيا ومهاريا وقوة مفيش. وصلت لغينيا بيساو بقيت زيك زيهم. الراجل وصلك انك انت تبقى في نديه بينك وبين المنتخبات الصغيره. اقول لك حاجه مهمه كمان يا كابتن ايمن، انا مش مقتنع بحته انك انت مدرب تلعب في اساسيات فرقه، ومش مقتنع ان يكون حواليك ناس ما يتكلموش معاك. العالم كله بيعتمد على المساعد والمساعد المساعد والمساعد المساعد. عناد انك انت مش عاوز تاخد راي المساعدين، او المساعدين مش عاوزين يتكلموا معاك. أنا رأيي إن المساعدين لازم يبقى لهم دور الأيام الجاية مع الراجل ده، لأن هو بياخد دولارات وهيمشي وهيسيبنا، وبعد فترة يسيبنا، لكن إحنا ده اسم بلدنا، فلازم ضيا والناس اللي معاه
يفهموا الراجل يعني ايه منتخب مصر ويعني ايه لعيبه مصر. صح.